ہر قسم کے جادو کو توڑنے کے لیے اور خبیث سرکش جنات اور شیاطین کو گھروں سے اور جسموں سے نکالنے کے لیے سورۃ البقرہ اور اذان کا یہ دم الرقیہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں۔ آپ پر چاہے جیسا بھی جادو ہے، بیماریوں کا جادو ہے، بندشوں کا جادو ہے، جسمانی جکڑن کا جادو ہے، الغرض آپ پر جیسا بھی جادو ہے یا جیسے بھی خبیث سے خبیث جنات آپ کے گھر پہ یا آپ کے جسم پر مسلط کیے گئے ہیں، انشاءاللہ اس رقیہ کی برکت سے ہر قسم کا جادو بھی ٹوٹ جائے گا اور خبیث سرکش جنات اللہ کے کلام کا مقابلہ نہ کرتے ہوئے آپ کے جسموں کو اور انشاءاللہ آپ کے گھروں کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ کیونکہ سورۃ البقرہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنات، شیاطین اور جادوگر اس سورۃ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو آپ نے اللہ کی ذات پہ یقین اور توکل رکھتے ہوئے 40 دن تک اس دم الرقیہ کو اپنے گھر کے اندر اونچی آواز سے چلانا ہے۔ ساتھ میں کوشش کریں آپ خود بھی باوضو ہو کے بیٹھ کر اس دم الرقیہ کو سنیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہر قسم کا جادو بھی ٹوٹ جائے گا اور سرکش جنات بھی آپ کے گھر اور آپ کے جسموں کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ بسم اللہ پڑھ کے آنکھیں بند کر لیں اور پوری توجہ سے مکمل دم کو سنیں۔ دوران دم آپ کی جو بھی کیفیت ہو کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی کیفیت سے ضرور آگاہ کریں۔ ہم یہ کاروائی شروع کرنے سے پہلے جتنے بھی گھر کے اندر یا سننے والے کے جسم کے اندر جنات ہیں وہ اس گھر کو اور ان کے جسم کو چھوڑ کے چلے جائیں، ورنہ ہماری اس کاروائی سے اگر تم میں سے کوئی جلا دیا گیا، قتل کر دیا گیا، یا اللہ نے تمہارے پورے قبیلے کو کسی مشکل یا کسی وبا کی نظر کر دیا، تو اس کے ذمہ دار اور قصوروار تم خود ہو گے۔ اس لیے جو کوئی بھی ہے اللہ سے توبہ کرتے ہوئے گھر کو بھی چھوڑ کے چلا جائے اور ان کے جسم کو بھی چھوڑ کے چلا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ
أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كسجب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصبر حذر الموت والله محيط بالكافرين والله محيط بالكافرين والله محيط بالكافرين يلا جتنے بھی سرکش جنات خبیث شیطان ہیں میرے اللہ سبھی کو اپنے لشکروں کے ساتھ چاروں طرف سے اپنے گراؤں میں لے لے والله محيط بالكافرين والله محيط بالكافرين والله محيط بالكافرين والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر یا اللہ یہ جتنے بھی کفر پہ ڈٹے رہنے والوں میں سے ہیں یا اللہ ہدایت اگر ان کے نصیب میں نہیں ہے تو یا اللہ ہم بد دعا کرتے ہیں ان کی آنکھوں کی بینائی کو چھین لے ان کی کانوں کی سنوائی کو ختم کر دے میرے اللہ یہ جتنے بھی ہیں یا اللہ معاونین سردار ہیں یا اللہ سبھی کو تباہ کر دے ہلاک کر دے غرق کر دے میرے اللہ یکاد المرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين أعدت للكافرين أعدت للكافرين أعدت للكافرين أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به
فأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم مني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فما تبي هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم فأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أن لهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم
ربكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلمى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وضربت عليهم الذلة والمسكنة وضربت عليهم الذلة والمسكنة وضربت عليهم الذلة والمسكنة يلا يجدن بجادوگر ان کی معاونت کرنے والے جنات ہیں یا کروانے والے ہیں یا اللہ سبھی کو ذلت اور رسوائی کے اندر مبتلا کر دے وباؤ بغضب من اللہ اور ان پہ اپنا غیظ و غضب نازل کر دے وباؤ بغضب من اللہ وباؤ بغضب من اللہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عبان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون إذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله
ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وويل لهم مما يكسبون وويل لهم مما يكسبون وقالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا وأم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سجئة وأحاطت به خطيئته أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم أنتم معرضون فإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب ما تكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين بس اللہ کی طرف سے غضب پر غضب لے کے لوٹ گئے یہ شیطان یہ خبیث جنات اللہ کا غیظ و غضب لے کے پلٹ گئے جادوگر کی طرف واپس وللکافرین عذاب مہین وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده ما أنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يبد أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله
مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مصدى في عمد ممددة. يلا أبي تك جو بھی خبیث سرکش ان کے جسم میں یا گھر میں موجود ہے یلا اپنی بڑکائی ہوئی آگ ان کے دلوں پہ چڑھا دے اور چاروں طرف سے آگ کے بلند ستونوں میں انہیں قید کر کے یا اللہ قتل کر دے یا اللہ جلا دے ان کو. کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مصدہ فی عمد ممددہ. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ ماله وما کسب سیسلا نارا ذات لہب وامرته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. بسم الله يخرج كل جن أو شيطان يسكن في الجسد والبيت. بسم الله يخرج كل جن أو شيطان يسكن في الجسد والبيت. بسم الله يخرج كل جن أو شيطان يسكن في الجسد والبيت. بسم الله يخرج كل سحر في الجسد والبيت. بسم الله يخرج كل سحر في الجسد والبيت. بسم الله يخرج كل سحر في الجسد والبيت. بسم الله يخرج كل عين وحسد في الجسد والبيت. بسم الله يخرج كل عين وحسد في الجسد والبيت. بسم الله يخرج كل عين وحسد في الجسد والبيت. بسم الله يخرج كل مرض في الجسد. 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 ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم. اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیں. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم. بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفيكم. بسم الله أرقيكم. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامه. آمين يا رب العالمين. جتنے بھی خواتین و حضرات سن رہے تھے میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام پریشانیوں کو تمام مشکلوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے. آپ نے اس دم الرقیہ کو 40 دن تک انشاءاللہ صبح و شام سننا ہے. ساتھ میں آپ نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی جو 100 آیات ہیں وہ آپ نے روزانہ تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ. بلکہ کوشش کریں کہ آپ آج اگر آپ نے 100 آیات پڑھی ہیں کل آپ آگے والی 100 آیات پڑھیں
پھر پرسوں آگے والی 100 آیات پڑھیں. اس طرح سے سورہ بقرہ کو آپ کمپلیٹ کریں. جب کمپلیٹ ہو جائے پھر سے آپ شروع سے اس طرح سے آپ کمپلیٹ کریں. 40 دن تک اس طرح سے سورہ بقرہ پڑھیں. کوشش کریں پڑھتے ہوئے ساتھ میں سامنے پانی رکھ لیں اور اس پہ اینڈ پہ 100 آیات پڑھنے کے بعد اس پانی پہ 3 دفعہ پھونک مار کے وہ پانی پئیں بھی, اور اپنے گھر کے جتنے بھی کمرے ہیں سارے کمروں کے چاروں کونوں کے اندر آپ اس پانی کا چھڑکاؤ کریں. 40 دن آپ یہ عمل کر لیں, انشاءاللہ کوئی دعویٰ نہیں ہے, اللہ کی ذات پہ اور رب کے کلام پہ یقین ہے. انشاءاللہ جیسا بھی جادو ہے, جیسے بھی جنات ہیں, بیماری ہے, بندش ہے, اللہ کے حکم سے ہر چیز ختم ہو جائے گی. اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی سن رہے تھے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کرے. آمین یا رب العالمین. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.